الحمد لله في المنطلق والصلاة والسلام على من بعثه الله بإقرأ باسم ربك الذي خلق أيها الأفاضل حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اللقاء عدد جديد هذا العدد بحول الله بجاية تبارك واديك صمام لأجل بدا بجاية وحضورها في التاريخ أستاذنا المجاهد الكاتب والباحث في التاريخ استاذنا محمد صغير بالعلام استاذ محمد اهلا بك الزملاء بارك الله فيك على هذه الدعوه الكريمه الله يبارك فيك شكرا جزيلا عم محمد اسعد ايها الافاضل باستاذنا الباحث في الفكر الاسلامي المهتم بالتاريخ استاذنا السعيد معول شيخ سعيد مرحبا بك وبك انا شكرا على الدعوه الله يحفظك ويبارك فيك استاذ الشريعه والقانون بالمدرسه الوطنيه العليا للعلوم الاسلاميه دار القران جامع الجزائر استاذنا الدكتور سليمان الخصال دكتور سليمان اهلا بك اهلا بك طيب شكرا جزيلا <applause> اسعد ايها الفاضل ايضا باستاذ العقائد والاديان بالمدرسه الوطنيه العليا للعلوم الاسلاميه دار القران جامع الجزائر استاذنا الدكتور عبد الرحمن طيبي دكتور عبد الرحمن اهلا بك اهلا وسهلا شكرا على استاذ احمد الله يخليك شكرا جزيلا هذا العدد بحول الله وفي مقام وادي الصمام قال مفدي زكريا تبارك واديك صمام إنا حفظنا عهودك أيانا ثرنا كيف حفظت بجايا عهد الجدود في الجهاد والمقاومة والممانعة ضد الأجنبي كيف استهدفتها الآلة الاحتلالية الإسبانية ثم الفرنسية وحررتها الإرادة الجزائرية دولة ومجتمعا كيف كان الصمام وادا غير ذي شان ثم اضحى مباركا بفضل ثوره التحرير في مؤتمر جامع مانع ومن هم اسد الميدان في الولايه الثالثه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اهلا بكم ايها الافاضل الى بجايه تبارك واديك صومام بروفيسور سليمان الخصال منهجيا قد يكون وادي الصومام رمزا للممانعه والمقاومه عبر الازمان وقد تكون بجايه نفسها رمزا للمقاومه والممانعه ولكن منهجيا العوده الى التاريخ العريق لبجايه للتعريف بها باعتبارها دره المتوسط حضاره وعلما. كيف نقوم بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم فعلا عندما نعود الى التاريخ وبخاصه الفتره التي تحدثنا عنها في حصه اخرى سابقه بين القرن الخامس والعاشر بالدرجه الاولى بجايه كانت تعد حاضره اسلاميه كبيره ومثل ما قلنا كانت هي بلغة هذا العصر هي العاصمة الاقتصادية العاصمة الثانية بعد العاصمة السياسية لدولة الدولة الحمادية وقد بناها الحماديون بناء على على مشاورة وبناء على استشارات وأدركوا بأن بناء هذه المدينة سيحافظ على الدولة الحمادية فضلا عما يقدمه المعلومات التي تحدثنا عنها من قبل المكان الطبيعي والحريات وما إلى ذلك والأمور الطبيعية كالنهر الصومال الذي تحدثت عنه كلها في الحقيقة أعطت هذه المكان الكبيرة وهذه الهيبة العظيمة لهذه المنطقة أنا ربما أختصر كلامي في نص أعجبني كثيرا جدا لنص هذا لإدريسي وطبعا أدب الرحالة مهم جدا لان الرحاله يطوفون المدن والاماكن ويلحظون لهم ملاحظات دقيقه جدا جدا واستطاع في الحقيقه ادب الرحاله ان يعطي معلومات كثيره ربما لا تجدها في كتب السياسه في كتب التاريخ عفوا او حتى في كتب السياسه الشرعيه يتحدث عن بجايه التي هي جزائريه من المغرب الاوسط بدايتها لا كما يقول البعض عندما رد سيدي الشيخ محمد على بعض من قالوا بانها للحفصيين وخاصه طبقة شجره النور الزكيه لمخلوف وغيره الذي حاول الذين دائما يحاولون ان 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 ليس فقط ان يقللوا بل ان يقصوا كذلك الجزائر من التاريخ وكانها غير موجوده مع ان المغرب الاوسط هي هي الكل هي هي القلب النابض مثل ما تحدثنا هذا الادريسي ياتي صحيح. يا ربي جايتها ولو سمحت لي دكتور سليمان نعم. يعني بعد سقوط الموحدين الكيانات السياسيه في شمال افريقيا حدث فيها تمددات في الجغرافيا البعض يريد ان يثبت هذه التمددات على اعتبار انها واقع راسخ نعم. هذا خطا منهجي حتى كبير حتى تلك التمددات انا في الحقيقه كانت اطروحتي في الدكتوراه لم تكن لصالح الحفصيين دائما كانت للزيانيين كم من مرات وبالتالي المساله متعلقه شد بالمكان شدوه ليس الا لكن لكن قبل الزيانيين وقبل الموحدين كانت الدوله الحماديه التي بجاية هي العاصمة الثانية مثل ما قلنا وهي العاصمة الاقتصادية بامتياز تعلم أستاذ أحمد أن أول دولة أو أول إمارة إن شئت ولا أول يعني مدينة اللي هي بجاية التي أقامت علاقة قوية مع إيطاليا بشكل كبير يعني فرنسا. ومع فرنسا نعم فعلاقاتها التجارية تنبع وراح تلاحظ انه من خلال النص الادريسي ساقراه واعلق باختصار شديد يقول بجايه في وقتنا هذا يقصد في القرن السادس والسابع نعم هذا في وقتنا هذا مدينه المغرب الاوسط وعين بلاد بني حماد والسفن اليها لاحظ الان يتحدث عن الحركه حركه المواصلات التجاريه والسفن اليها مقتلعه وبها القوافل منحطه والأمتعة إليها بر برا وبحرا مجلوبة يعني لو كانت هناك طائرات لذكرها بمعنى أن هناك قوة في الحركة في حركة التنقلات والبضائع نافع نا والبضائع نافقة بمعنى رائجة وأهلها مياسير تجار يعني أغلياء بحمد الله عز وجل ما يقصهم والو خيرات وبها من الصناعات ما ليس بكثير من البلاد بمعنى انها متميزه عن كثير من المدن في صناعتها اكثر من ذلك انها سوف 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 يذكر لنا كلاما غريب وهو يقول واهلها يجالسون لاحظ العلاقات الاستثمارات الاقتصاديه يجالسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء وتجار المشرق وتباع البضائع بالاموال المقنطره يعني بشكاير هكذا بالاموال المقنطره ولها بواد ومزارع الجانب الاكتفاء الذاتي في الزراعات الاقتصاد ولها بواد ومزارع والحنطة والشعير بها موجودان كثيرا والتين وسائر الفواكه بها فيها ما يكفي لكثير من البلاد يعني اكتفاء ذاتي وتصدير كذلك وبها دار صناعة الإنشاء لأساطيل والمراكب والحرابي, لأن الخشب يقول في أوديتها تكلموا على الصومال في أوديتها وجبالها شيء موجود يعني بشكل كبير جدا صناعة نعم ويجلب اليها من اقاليمها لاحظوا ويجلب اليها من اقل يعني من اقاليم بجايه الزفت البالغ الجوده والقطران وبها معادن الحديد الطيب وبها من هذا وكلام رائع وبها من الصناعات كل غريب ولطيف بمعنى دائما هناك جديد. الشيء الجديد حركية جديدة الجديد. الاكتشافات الجديدة الاختراعات كل, شيء كل دائما هناك شيء جديد بالنسبة له. وهذا طبعا معيار قوي من معايير الجودة والتقدم كذلك الاقتصادي يقول وعلى بعد ميل منها يأتيها من جهة الغرب من نحو جبال جرجرة وهو نهر عظيم يجاز عندهم البحر بالمراكب النهر كان بالمراكب وكلما بعد عن البحر كان ماءه قليلا ومدينه بجايه قطب لكثير من البلاد وصاحب الاستبصار يقول وبها مرسى عظيم لانه الان في هذا الزمن الذي نعيش فيه الموانئ لها دور كبير جدا جدا وهناك حرب خفيه وحرب معلنه حول هذه الموانئ الاهتمام بها اهتمام بالغ الاهميه وضروري جدا خاصه في هذه الزمن هناك صراعات الان في هذا الزمن لو دققنا النظر فيها لوجدنا لو ان ان من بين اسرارها واسبابها هو الصراع حول هذه الموانئ، يقول وبها وهي مرسى عظيم تحاط بها سفن الروم من الشام، بمعنى ان هناك حركه اقتصاديه من الاعداء بين قوسين ومن الاصدقاء، يقول من الروم من الشام وغيرها من اقصى البلاد الروم وسفن المسلمين من الاسكندريه بطرف بلاد مصر وبلاد اليمن والهند والصين وغيرهما هذا الكلام كان يقوله في القرن السادس تصور معي والقرن السابع يدل على ان مدينه بجايه حقيقه هي عالميه مدينه عالميه بامتياز وطبعا نواه بناء الاسطول البحري انما كان في بجايه وقد ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته وذكرت ذلك في هذه الاطروحه الله يعطيك الصحه وكل ذلك يعود الى طبيعه التفتح التي كانت تتميز بها لان تفتح ثقافي نعم. تفتح ديني نعم. تسامح ديني وتعايش فعلا وهو من صميم القران الكريم اللي فكان فكانت نعم. مدينه التعارف ولا يمكن ان يكون كابتكار الا اذا كانت هناك حريات حريات الحريه هي التي تؤدي الى الابتكار والحريات كانت موجوده في هذه المدينه بهذا الشكل الفكر ان ينمو اذا لم يكن حر نعم هذا ما كانش نعم دكتور عبد الرحمن بجاية تشي دائما بأنها مدينة حضارة في التاريخ وترفض رفضا قاطعا العدوان بمعنى أن لم تسلم من عدوان ولم تسلم نفسها يوما لعدو لأنها دائما مدينة ممانعة ومقاومة كيف اتخذت بجاية لنفسها هذا العنوان بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. الحديث عن مقاومه بجايه كعنوان للحفاظ على الانيه على الخصوصيه على الانسجام في محيطها الذي تنتمي اليه والذي يكمل بعضه بعضا. يكفي فقط النظر الى مسار الاسترداد لا. الذي مارسته بجايه من خلال حواضرها ومن خلال مواطنيها على جميع المستويات. قد يقتصر بعضنا للنظر الى المساله على الجانب المادي، الجانب العسكري، وفي حقيقه الامر كان لها هذا الدور بامتياز. لكن قبل الدور العسكري كان فيها ادوار اخرى، ادوار معرفيه، ادوار ثقافيه، ادوار اجتماعيه، ادوار اقتصاديه، صنعت من خلالها بجايه لنفسها نسيجا يحميها او يساعدها على استعاده مكانتها واستعاده دورها. وتطهير مكانها من من كل محتل او من كل غاز فحروب الاسترداد المعرفيه والماديه التي قادتها بجايه عبر تاريخها منذ القدم الى عصر الفتح الاسلامي الى العهود المتاخره التي ختمت بالثوره التحريريه الكبرى 1954 1962 مع مر من مقاومات شعبيه ومحاربه قويه لهذا الاستعمار هي ثقافه راسخة في حاضرة بجاية وفي كل حواضر الجزائر هي ثقافة راسخة بسبب هذا التراكم المعرفي تراكم الثقافي الذي صنع العقلية الجزائرية والعقلية البجائية على التخصيص عقلية معتزة بالذات معتزة بأصولها التاريخية عارفة بمرادها من سيرورتها وحركيتها التاريخية بمعنى أن المواطن أو الإنسان سواء كان عالبا أو عارفا او مزارعا او بناء او مهندسا او صيادا او عاملا في او عاملا في مرفا كل يكمل دور الاخر في سياق سياسه معرفيه متكامله او او رساله متكامله يروم من خلالها عبر هذه القلعه عبر هذا المكان باعتباره مكان رمزيا مكان رمزي من حيث الاشعاع من حيث الحفاظ على وحده وانسجام وتماسك المجتمع وفق رؤيه وعقليه معينه يستحصر فيه يعني يعني يبذل من خلاله هذه المواطن وهذا المنتمي الى هذه الحاضره كل غال ورخيص من اجل الحفاظ على هذه المكانه في الضمير الجمعي وعلى مستوى الحركيه في التاريخ او الحركه في التاريخ وقد عملت بجايه عبر مختلف مراحلها على وفق هذا النسق لأن الحفاظ على الخصوصية هو عمل ذو أبعاد متباينة أو متعددة عفوا هذا البعد العلمي والمعرفي البعد التجاري والبعد العسكري تجلى من خلال كل مؤسسات صناعة الإنسان في المنطقة سواء كانت المساجد أو الزوايا أو الرباطات والصغور التي تعتبر ثقافة محلية ثقافة الرباط سواء على المستوى النفسي أو على المستوى المجتمعي الرباط الخلوة مع الله ولا تكون الخلوة مع الله إلا عن طريق تعمير المكان أو عمران المكان والعمل على تطهير المكان لأنه في نهاية الأمر مدينة بجاية وفق الرساله التوحيديه التي تبناها سكانها او حواضر الجزائر ككل هي بمثابه المسجد الذي لا يقبل التدنيس <applause> الذي يبقى طاهرا على طول الزمن حتى وان طالته النجاسه لفتره من الفترات الا ان ماء الطهور او الماء الذي يطهر به حاضر قد يستغل الفرصه المواتيه لاعاده المكان الى طبيعته الاصليه هي طبيعه المسجد الذي من خلاله يؤذن للصلاه ويؤذن فيه للعلم ايضا ويؤذن فيه لتسيير الشان العام وقد فقهت بجايه وكل حواضر الجزائر هذه الرؤيه هذه الثقافه هذه الرساله التي جعلت من المستعمر الفرنسي اخر مستعمر مره او مستدمر مره بهذه الارض يندك امام حصون هذا المسجد النموذج في بجايه وامام كل مساجد الجزائر الله يخليك دكتور عبد الرحمن مخرج قال لي دكتور عبد الرحمن متحمس لبجاية هذه متحمس لكل جزائر الله شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن حقيقة بجاية الذي يقرأ لها تجعلك فعلا تتحمس يعني بشكل كما قال دكتور الشيخ سعيد لأنه لم تكن عادية صراحة يعني أنا نتحدث من الناحية الموضوعية يعني بدون عاطفة لكن فعلا الذي يقرأ لتاريخ بجاية يلاحظ اشياء ربما انا قلت له لابد ان حتى نساء بجايه يعني كنا يحفظنا بشكل كبير ربما ما قاله ابو عبد ابو عبد الله شريف تلمساني عندما دخل الى بجايه نعم تفضل محمد محمد بجايه حضرت برجالها ونسائها, ونسائها نعم. تفضل يا <زي مرح> اي نعم انت <applause> ها الكلام وجه انت تتكلم وحيث ماذا أه تريد ان اقول أه الله آه قاله ابو عبد الله شريف التلمساني حول النساء لا بجاية الاخ الدكتور عبد الرحمن بارك الله فيك <applause> يعني اعطى الموضوع انشائي جميل جدا نعم <applause> انشائي مهم جدا على بجاية بجاية عاصمة صامدة <applause> ايوه ليس فقط امام العدو حتى امام التيارات الفكرية الاخرى ولهذا توحدت فيها الثقافة وتوحدت فيها حتى المذهب وتوحدت فيها قلوب الناس عندما أقول أن الحكام يجتمعون مع الشعب ويجتمعون مع لدراسة موضوع ما ليس هناك ما يسمى بالديمقراطية أكثر من هذه لما يجلس الأمير مع عالم ومع شعبي لأن هذه المدينة مثل هذه لا يمكن أن تضعف ولا يمكن أن تنال من العدو لأن كل الناس مجندون صحيح لما يكون عندنا توحيد فكري وتوحيد عقلي وتوحيد ديني وحتى ليس هناك محتاج اقتصاديا ما عندناش فقراء يتسولوا في الشوارع ولهذا ابو مدينه تتحل فيها الحياه نعم ابو الغوث ابو من الغوث لانه ليس ليس جاي جميل هو جميل. في طريقه من عودة الحج استقر في بجايه وقال انها مدينة تحلو فيها الحياة هو مواطن جزائري يعني. قضية العلم في بجايه ما فيهاش طبقات علمية لأن كل بجايين علماء أنا أذكر الكلام الذي كنت مع الدكتور اسمه الشريف تلمساني وهو من هو ليس أي شخص يقول دخلت بجايه هذا في القرن الثامن يعني ليس في القرن الخامس ولا في القرن السادس ولا في القرن السابع يعني في القرن الثامن عندما انتهت الدولة الموحدية والدولة الحفصية شيئا ما على بالك الصراع بين الدولة الحفصية والزيانيين صراع كبير جدا حتى ان بجاية تسمحوا لي بين قوسين بقيت مدة ستة شهور ليس لها حك من الذي يحكمها؟ شيخ من شيوخ العلماء نعم عالم العلماء فرض نفسه حاكم على بجاية والشعب قبله وسار بالمدينة إلى أن رجع الجيش الجيش كان في مليانة يحارب الزيانيين فإذن اسم هذا الشعب لما الشيخ عالم يتصدى للقيادة الدولة كلها هذا من ليس ليس شيء عادي الا في مدينه بجايه هذا يقع اذا الشريف تمثال يقول دخلت بجايه فوجدت فيها العلم ينبع من صدور اهلها كما تبغى المئه من نبيعها. ووجدت أربعمائة بنت يحفظن المدونه ما هي المدونه؟ مدونه سحنون مدونه سحنون هي اسس الفقه المالكي كله مدونه سحنون عن ابن القاسم عن مالك اما اللواتي يحفظن مختصر بالحج فلا حصر لهن عندما اجد في بجايه البنات في سن الدراسه في المدارس في المتوسطة ولا يحفظ نفسه بالحجم لا ليس من يحفظ هذا المختصر بالحجم اطلاقا حتى علماؤنا <applause> نحفظ بعض الاقوال وبعض الاحكام ولكن لا نحفظ المتن كله وهناك شاعرات الشاعرة <applause> عائشة <applause> البجائية هذه معروفة جدا ولها قصيدة من أروع ما يقول وهي قصيدة كاريكاتورية لا, لا أريد أن أذكرها <applause> <لا بس> لكن <applause> عندنا الرقية بنت أبي محمد عبد القاوي البجائي هذا أبو محمد عبد القاوي البجائي عالم من علماء بجاية تشرق فمكث مدة في في القاهرة ثم انتقل إلى الحرم المكي فتزوج في مكة فولد له ثلاثة أولاد صبيان وبنت البنت هذه اسمها رقية هذه الرقية البجائية أصبح لها ركن في المسجد الحرام تجيز فيها العلماء، لازم تدرس طلبة العلماء يقفون صفا امام السيدة رقية البجاية لتجيزهم. وقد سجل هذا الزخاوي في كتابه الضوء اللامع قال وقد اجازتني بالحرف هو نفسه وقد اجازتني السيدة رقية بنت أبي محمد عبد القاوي البجائي في الحرم المكي بتاريخ كذا وكذا. هذه بجايه اذا بجاية العلم ليس هناك علم ديمقراطي مثل هذا اطلاقا فهمت ديمقراطي ولهذا يعني ل... ليس في بجاية فقط لانه انا تكلمت معك في احد الحلقات والدكتور سليمان كان معي قلت لك العلم في بجاه يختلف عن علم التمثال لماذا؟ لماذا؟ العلم في بجاه علم ديمقراطي كيف؟ متفتح لأنه مراكز العلم في بجاه ليسوا في بجاية فقط أيت من قلات اي تغبري أيث الصدقة، اي ثورتيران اي مليكش هذه معاهد منتشرة حول بجاية وعندما يصل الطالب في دراسته الى مستوى ما يرسل الى بجاية الى بجاية اخذ مثال مثلا ابو الروح المنقلاتي القاضي شرف عيسى بن عيسى بن كذا لما القاضي ابو ابو الروح المنقلاتي الشرف الزوي يسميه في الكتب المشرقيه يسميه القاضي شرف الدين الزوي تخرج عن شيخه في ايت من عبد الصمد المنقلاتي ثم انتقل الى بجايه بجايه يدرس على من درس على شيخي منجلاتي اخر ابو يوسف المنقلاتي نعم ابو يوسف يعقوب المنقلاتي الذي حاليا تسمى بها احدى بلديات في عين الحمام ولكن اصحاب العين الحمام لا يعرفون من هو ابو يوسف هذا بلد يسمى ابو الى يوم الناس هذا من هو ابو يوسف هذا ابو يوسف المنقلاتي المجتهد العالم الكبير توفي في سنه 690 هجري ابو أروح المجلس دراسات المنتقل الى المشرق نعم فاذا علماؤنا هذو يعني اللي اسمه انا لما مر ذات مرتين طلب مني في اذاعه في اذاعه الجزائريه مع اذاعه صوت العرب نعم نتكلم عن الجزائر علماء الجزائر في الازهر الشريف حلق. انا قلت لهم في انا لا اكلمكم عن علماء الجزائر الذين درسوا في الازهر وانما ساكلمكم عن علماء الجزائر الذين درسوا في الازهر حنا علماء كبار جدا صحيح. ابو الفضل المشدالي الزواوي البيجاي عندما يعتني كرسي الدراسه في في الازهر لا يجترئ احد لا احد من علماء الازهر للتدريس وابو الفضل يدرس ابدا الازهر كله يتعطل لسماعي لدرس ابي الفضل المشدالي هذا هو مع يعني ولهذا فتحت الافاق في 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 دمشق 14 قاضي زواوي في دمشق هل يمكن هذا تصور أربعة اول قاضي مالكي في دمشق هو زواوي صحيح هو بجاي الدين زواوي وهو راس المذهب المالكي بعد ابن الحاج هذو هما علماؤنا هذه هي ما هذا ما انتجته بجايه وشكرا right. لك لا يعطيك الصحه عمي محمد يعني الان نتحدث عن بجايه عن بجايه عن هذا الـ الحاضرة بكل هذا الحماس لأن حق حق بجاية علينا أن نعبر عليها كما يليق بها في التاريخ عم سعيد تبارك واديك صومام إن حفظنا عهودك أيان ثرنا كيف حفظت بجاية عهد الجدود في الجهاد والممانعة والمقاومة ضد الأجنبي وكيف استهدفتها الآلة الاحتلالية الإسبانية ثم الفرنسية وحررتها الإرادة الجزائرية دولة ومجتمع بورك فيك أولا لابد من الإشارة إلى أن الأبيات التي قرأتها هي ألفت بمناسبة من طرف مفدي زكريا رحمه الله بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي المؤتمر المؤتمر الإسلامي الفكر الإسلامي صحيح. في سنة 74 وهو قصيد من أكثر من 140 بيت وقد طبع ونشر في في هذه الكتب عندي في البيت خمس مجلدات هكذا جمعت فيه كل محاضرات الملتقى الملتقى الفكر الاسلامي ومن بين النقاط التي درست في هذا الملتقى تاريخ بجايه الذي يقول سيمولت في ذلك الوقت عن بجايه في كلمه في كلمه الافتتاح وسأصل إلى المقاومة وكيف لا نشير ونحن في بجاية إلى الدور البارز الذي ساهمت به الدولة الحمادية في بناء الحضارة والفكر الإسلامي وبالتالي الحضارة العالمية ويكفي أن نذكر كرمز إلى ما قامت به الدولة الحمادية في الميدانين الحضاري والفكري ان اسم الشمع المضيء لاوروبا والعالم قبل اكتشاف الكهرباء بقرون مستقى من اسم بجاية بوجي تدل على ذلك بطون التاريخ ويذكر بي ويذكر به القاموس الفرنسي لاروس وان عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع كان يدرس بها بجامع القصبه نعم. وهو فيها حاجب اي رئيس الوزراء نعم. وان المهدي بن تومرت كان يدرس بجامع بجامعها الريحانه وان جامعتها جامعتها كان يرتادها رجال علم وفكر من بقية المغرب ومن الأندلس ومن المشرق ومن أوروبا الغريقة إذا في ظلمات قرونها الوسطى وأن علما من أعلام هذه القرون الوسطى الأوروبية وهو ريمون لول المسمى بدكتور الملهم ومؤلف كتاب الفن الكبير في المنطق جاء إلى بجاية للدرس والمناقشة وسيحدثنا عن هذا الأساتذة الحاضرون في الملتقى قلت هذا القصيد 140 بيتا وأكثر في أمجاد وأنجاد بجاية ربما منذ كتبت لم يلتفت إليها أو لم ينتبه إليها أحد وإن كنت أعلم بأن هناك بعض الإخوان في جامعة بجاية وإن كنت لا أعرفهم ولكن سمعت بأنهم بدأوا اشتغل. يبحثون في هذا على الاقل هذا القصيد اذا كان في متحف في مدينه الجايه اليوم يكتب بخط بارز وعلى الواح وتعلق و ليعلم ليحفظها الناس ولينشدوها فيما يخص المقاومه كما قام قديما منذ العهود الاولى ساسرع لاتيها الى العصر الحديث بعد سقوط الاندلس هرب المخرج المسلمون من الاندلس بعد 1492 وجاءوا واستقبلتهم ارضنا ارض الجزائر خاصه صحيح. في هذا الوقت لم يتحدث احد في العالم باسره بان ما وقع اي الغزو الذي وقع على اراضي المسلمين لم يتكلم احد منهم بالكثير من الناس بعض اراضيهم ما تزال محتله إلى الان منذ ذلك إلى يوم لا. نعم. ولكن البادرة الأولى التي خرجت لتقول للعالمين بأن هذا مرفوض خرجت من بدينة بجاية وهذا يذكره المرحوم القاسم في كتابه شخصية الجزائر الدولية وهيبته وهيبته العالمية يقول رحمه الله عن هذه المبادرة التي تكلم عنها حتى شارل اندري في كتابه تاريخ شمال افريقيا التي يقول فيها ان البادرة التي جاءت من الجزائر ويقصد بالجزائر لان في الوقت ذاك ما كانش الجزائر تسمى الجيري، الجيري ظهرت من بعد ذلك حينما نقول الجي معناتها بلاد الجزائر كلها مثل ما نقول تونس قد نعني العاصمة وقد نعني البلاد التونسية واش يقول وتسامع الناس وتسامع الناس في بجاية هؤلاء الإخوة الأربعة بعد أن قال وفي جو هذه السلسلة من المآسي جاء إخوة أربعة مسلمون من جزيرة مادلين في اليونان وهم عروج وخير الدين ومحمد إلياس وإسحاق إلى تونس إلى آخره وعسكروا هناك في حق الوادي. وتسامع الناس في بجاية بهؤلاء الإخوة الأربعة وهي تحت الاحتلال الإسباني الإسباني وملكها عبد الله مع عمه الشقيق عبد الرحمن متشاقان أي متخاصمان حول بقية من أميرة أي تصغير <applause> الإمارة من وكل منهما مستند الإسبان فأرسل إليهم الأخوة الأربعة كما يقول العلام المؤرخ التونسي أحمد بن أبي ضياف علماء وأعيان بجاية يستصرخونهم لإنقاذ البلاد من يدي العدو وتمت فعلا المقابلة في حلق الوادي حيث يعسكر في البحر الإخوة الأربعة في قاربهم معزولين عن العاصمة تونس وصخبها وهي تعيش آخر عهد بني حفص إذن البادره هذه التي تحدث عنها شارل جيليا والتي يقول سو فو لينيسياتيف فوني دالجي كي شونجا لو كور دو ليستوار افريكان لان الاسبان حينما جاءوا امعان في اذلال المسلمين احتلوا كل سواحل المدن الساحليه من وهران الى تونس وحولوا جمع الازهر الى جمع الزيتونه جامع الزيتونه عفوا حولوه الى اسطبيل تربط صحيح فيه نعم في هذا الوقت من أين خرجت المبادرة لرفض هؤلاء يعني ولإنجاز ما يسمى بالتحالف خطر الآن يسميه بعض الناس من المغرضين يسمونه الاستعمار التركي أه ولست أدري متى جاء هذا الجيش التركي ليحتل الجزائر أنا لا أعرفها على الأقل في التاريخ وانما هناك تحالف وقع بين الجزائريين أول والاخوة الاربعة الذين خرجوا من بجاية ثم على كل حال تسامع بعد ذلك الناس بهذه المبادرة فانتقلت الى الجزائر فانتقلت الى سائر التحقوا بها التحقوا بكل هذه المبادرة ولكن المبادرة في لا لا. اول امرها كانت من من مدينة آه بجاية جي. وهذا وه وهذه المبادرة يسميها يسميها المؤرخون المبادره الاولى لان المبادره الثانيه ستاتي بعد ذلك في اول نوفمبر 54 الشيء نوفم الذي ينبغي ان يقال هنا هو هذا الفكري الذي حافظ عليه مدينه بجايه لان مدينه بجايه كانت كل شيء الذي نذكره عنها بفضل ذلك النسق المعنوي بعشي. الفكري الذي ساد فيها نظرا للتعايش ونظرا للتسامح ونظرا لتفتح العالم الذي كان سائداً, سائدا فيها ولهذا جاءت هذه المبادره الاولى من 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 مدينه من, من مدينه بجاي وهذا لا يقوله كثير من الناس الان وهو مدفون في 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 بطني الكتب. الكتب بفضل متانة القاعدة الثقافية والقاعدة الدينية والقاعدة العلمية التي عرفتها مدينة بجاية أو إن شئت منطقة بجاية حتى عن المدينة فقط لأن بجاية وكل من اتصل بها في مختلف في 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 مختلف العصور التي كانت ترفض ترفض هذا الغزو الاجنبي. النسق الذي احتفظت به بجايه منذ العهود الاولى، هذا النسق الذي لم تكن تنفرد به بجايه، وانما كانت تمتاز به كل المدرسه الجزائريه، المدرسه الثقافيه، المدرسه الدينيه، المدرسه الجهاديه، المدرسه الجزائريه بمفهومها الواسع. الذي كان ترى في كل مسلم منذ ان دخل الجزائريون في الاسلام. اينما يكون المسلم فهو اخ له أه. في الدين. ولقد ناصروا قبل ذلك عبد الرحمن بن رستم وهو ليس له عصبيه وليس له قبيله. وليس له مذهب. وليس له قبيله أه. وليس له ما فكر قبلي. هناك فكر المسلمين. والمسلمين الاسلام القائم على التسامح، القائم على التراحم، القائم على التفاعل مع الغير، القائم على التفاعل مع الغير. ثم بعد ذلك قامت الدوله الفاطميه وعبد الله الذي ما اسمه الذي اسس أبو الدوله الفاطميه. نعم؟ أبو, ابو عبد الله الشيعي. نعم ابو عبد الله. ابو عبد الله الشيعي لم تكن له عصبيه ولم وحده. تكن له قبيله. كان وحده. كان وحده. نعم. ولكن الجزائريون بما انهم شموا فيها رائحه الاسلام الرسول ناصروه وحملوه على اكتافهم الى القاهره نفس الشيء بالنسبه للعثمانيين لم يذهبوا اليهم على انهم اترك لم يذهبوا اليهم على انهم فقط من من يعني من العارفين بحرب البحار او بالمقاومه في البحار ولكن ذهبوا إليهم لأنهم كانوا يمثلون الخلافة الإسلامية شأن لأن إلى هذا الحد ما تزال الخلافة الإسلامية قائمة صحيح. ومثل ذلك تسامح هذه الروح الثقافية التي عاشت قرونا في بجاية هي التي جعلت أهل هذه البداية المدينة يذهبون إلى إخوانهم في الدين من أجل أن يستنصروهم على رد هذا العدوان الذي وقع نعم نعم فت فوقع هذا التحالف ت ت ت تحالف نسميه التحالف الجزائري العثماني والذي بموجبه دخلت الجزائر في مقاومه دامت ثلاثه قرون ولا ابالغ في هذا ومن يريد ان يتاكد من هذا فليعود مثلا مثلا الى كتاب توفيق المدني رحمه الله حرب حرب ثلاثة, ثلاثة ما حرب أدي سنة, سنة, وكثير من الناس الان ينتقدون يقول هذه المرحله لم يتم البناء فيها ما فيش ازدهار ثقافي ما. نعم لماذا لان ثلاثه قرون كانت الجزائر تعيش في حاله استثنائيه لولا هذه المقاومه ما بقي شيء من اختيارات شعب سيادية منذ أن اعتنق الإسلام <applause> ولكن تلك المقاومة هي التي أبقت الروح هي التي أبقت هذه المعاني التي كان تعيش فيها الأمة إلى أن جاء إلى أن جاء النصر بعد ذلك بقرون والمهم أن ذلك النسق الفكري والثقافي حافظ على جسم الأمة ولم يترك هذا التاريخ هذا الاضطراب وقد كانت الاحوال السياسيه سيئه من 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 زمان الى اخر ولكن كل هذه الاحوال لم تترك اثارها في جسم الامه بل الامه واحده وما تزال الى الحمد الحمد الله يخليك عمي سعيد شكرا جزيلا على هذا العرض تفضل عمي محمد نعلق برك تعليق هذه الروح التسامحي في الشعب الجزائري كل إذا نعم. في اهل بجاي فقط نعم من الذي طرد الاسبان من الجزائر كثير دلوقتي. من الناس ما يعرفون محمد بن عثمان الكبير الباي باي الغرب من هو محمد عثمان الكبير؟ كردي, كردي. ليس تركيا كردي كردي وليس امازيغيا وليس عربيا بل هو كردي وكان من كبار علماء السنه في الجزائر في وقته وطارد الاسبان بطلبه القران هذا كردي لم يقل انا لست لست والله لست أمازيغي ولست عربي لا انا فانا مسلم وهذه الروح هي التي بنت بجايه وبنت الامه الجزائريه كلها عندما نتمسك بهذا القاعده الدينيه او الروح الديني الذي يجمع كل الجزائريين فنحن مسلمون قبل كل شيء طيب جمله فضل ومن اجل ذلك ينبغي ان تكون غايه حديثنا عن الماضي هو كيفيه اعاده بناء خصائص هذه المدرسه الجزائرية. الدينيه الفكريه الثقافيه الجزائريه بكل خصائصها جميل يخليك عم سعيد عم محمد أنه. موضوع تبارك واديك الصمام لا اجد من يجيب عليه بشكل جيد باعتبار في الثوره يعني تقصى تماما لماذا لان الصمام اصبح مباركا طبعا بفضل ثوره التحرير في مؤتمر جامع مانع الصمام قبل, قبل المؤتمر أسد الميدان فيه في الولاية الثالثة أثبتوا أن هذا الواد أصبح مباركا ومقدسا بحول الله ضعنا في سياق واد الصمام وكيف مثل بجاية في الثورة التحريرية المباركة هو على كل حال هذا موضوع مهم جدا أيوة واد الصمام جزء من الولاية الثالثة أيوة ولكن واد الصمام كان سباق ايوه حتى في اثناء الثوره ايوه وانتج اثنان من كبار قادة الثوره في ولاية الثالثه عميروش عميروش ليس من وادي الصمام ولكن مارس قياده الثوره في وادي الصمام وعبد الرحمن ميره هؤلاء هذان الاثنان هم الذين كونوا هذا عبد الرحمن الذي تسمى به الان جامعه بجيش نعم جامعه بجيش اسمها عبد الرحمن ميره نعم عبد الرحمن من تزمز. يعني من ابن المنطقة من ابن بينما عمروش من عين الحمات ولكن ثورة في من الذي قاد الثورة في واد الصومة في المنطقة كلها واد الصومة لأن واد ضفتين الغربية والشرقية الضفة الغربية ما يسميها بعدنا بني وغليس حيث وغليس حتى وين عقد المؤتمر والضفة الشرقية فيها بني 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 وبني علاء وغيره وبني عباس العقيل هذان الشخصان العظيمان هم الذين شعل الثورة في هذه المنطقة في سنة 55 أصبحت كل منطقة الصمام في أتون للثورة جميع بدون اسمه وفي واد السمام كل الناس دخلوا في جبال التحرير جماعات ووحدان ولم يكن عندنا وانا اذكر هذا لانه ابن المنطقه انا شخصيا من واد السمام بني تيران وانا كنت جندي في المنطقه ليس عندنا حتى ما يسمى بالحركه وغيرها من أوليس كل المنطقه مجنده وراء الثوره مجنده القائد قائد عمروش فيما بعد خاصه بعد المؤتمر وكيف عقد المؤتمر هذا في 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 وادي السوماء الان لا يصدق احد ان هذا المؤتمر الذي جمع قياده الثوره كلها من اقصاها الى اقصاها في وادي السماء بين عده قرى القرى منتشره وعقبه لا يبعد عقبه هو المركز وفيها كانت عسكرية كبيرة جدا لا يبعد عن إفري يغزر من قرآن تحتها لا يغزر تحت لا يبعد عن إلا عدد اثنين أو ثلاثة كيلومتر ولكن استطاع واد الصمام ناس واد الصمام شعب واد الصمام أن يحافظ على سرية المكان وعلى سرية المت... الم... المؤتمر لمدة أسبوع بالعكس القيادة اثارت عده قامت بعده معارك في المنطقه لالهاء الفرنسيين لا يفكرون حتى في البحث عن عن مؤتمر السواب اذا مؤتمر السواب في وقت الثوره يا استاذ احمد يعني هو شعله والقائد عمير رحمه الله لانه بعد المؤتمر عبد الرحمن اميره الله يرحمه هو شهيد ايضا ارسل الى الجنوب لتوسيع مناطق الولايه الثالثه لجهه مساعده وصور الغزلان وكذا وتمس وبقي عمروش هو قائد الولايه وهو الذي اشرف صحيح في وقت الثوره الثوره قاسيه يجب ان نعرف هذا الثوره لا تسمح الثوره ليس لها حياد الثوره اما ان تكون معها او تكون ضدها قد تقول بعض الاخطاء ولكن الثوره في وادي الصمام استمرت وانتشرت في كل قرى وادي الصمام وفي كل قرى وبالشهداءون بالالاف ليس هناك قريه او عائله ليس لها فيها شهيد وانا لا اتكلم بعد شيء انا كل جند على كل حال في المنطقه ولكن عائلتي نفسها دفعت ثمن غالي 14 شهيد في العائله اذا كل قرى تسوم هذا شي حميمي القائد المباشر للعمليات في واد السلوم الكوموندو رائد حميمي اسدل ان حميمي لا يقرا ولا يكتب ولكنه قاد الثوره وهو الذي كلف بحراسه مؤتمر الصمام ولهذا شي حميمي رحمه الله لما يسالوه الناس عن المؤتمر يقول انا انا حارس انا لا اعرف ما جرى في في المؤتمر فانا كلفت بالحراسه فحارست المؤتمر تقدم هكذا الاسم هذه هي مؤتمر السلوح. وكل قرى ما تسؤول. انتج فيها عدد كبير من منهم الكوموندون سيقاسي منهم مجموعه من كبيره من الحسن شملاخ منهم شي قد... نسميهم شيري بيبي عقيد يعني اسمه كومودا يعني كثير عدد من الكوارير اسمه في هذه المنطقة هذه وأنت جيت كثير اسمه وخاضت معارك معركة الجمال وي الجمال أنا وقعت أنا شخصيا اسمه الحلا أقول لكم لك لا, لا, لا تصدقون ربما في بني على وهي في منطقة واد السوم نحن والجيش الفرنسي نتبادل الايام عندنا منطق حراسه واحد هي ما يطلعوا هما يحرسونا على ما نروحوش كي يعرفوا نحن اليوم نطلعوا هما ما يجيوش حتى اتفاقيه <تصفيق> <تصفيق> اتفاقيه شفهيه بدون اسمه لكن منطقه واد في سنه 66 يا استاذ احمد لازم نعرفوا هذا للتاريخ فقط 66 فرضت علينا ما يسمى بالخطط بالخطط الرباعيه 56 و 56 56 56 المخطط الرباعي واش هو؟ لانه الثوره اكتسحت المنطقه أيوة. لدرجه انه فرنسا هدمت قلعتها في بني وتيرا بالقنابل القلعه تاع قنبلتها بالقنابل هدمتها لانه اصبحت القياده عندنا صحيح لكن بدا في 66 فرض هذا المخطط الرباعي عندنا كيلومتر في كل راس كيلومتر مركز عسكري لحصرت الثوره. في كل كيلومتر في اربع مراكز عسكريه. لكنها لم تفشل الحقيقه. وتعاملنا مع هذا الوسمو ولم يستطيعوا ان يمنعوا الثوره من انتشار ومن استمرار ومن ضرب فرنسا. في معارك وانا حضرت احد المعارك ماش معارك كثيره وان احدها اذكرها في 17 جوان وقعت في ابني وتيران فرنسا تكمل اكثر من 200 جندي في يوم واحد. صح وانا كنت في هذا الوسمو وهذه المعركه تذكرها لماذا؟ لأن الذين استشهدوا فيها ليس لهم علاقة ببني وتير وحتى بالولاية الثالثة كلهم أحدهم من عين صفرة عين صفرة تبعد على بني وتير أكثر من ألف كيلو وأحدهم من سوقاراس وأحدهم من من جيجل ماذا جعل هؤلاء يأتون إلى بني وتير يستشهدوا فيها لأنهم جزائريون وبني جزائر. 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 هذا دائما نقول لها لأنه نحن في الثورة يا أستاذ أحمد حتى القائد نتاعنا نتاع الكاتب اللي كنت انا فيه اسمه السعيد عرب خاطر ماهوش قبيلي ماهوش من ما ثم السعيد عرب لانه هو ذا هذه هي الثوره وهذه وانتشرت بهذا الاسم رغم حال في بعض الاحيان ليس هناك غابات وليس حتى الشعب لانه كثير من الناس ما يعرفوش ماذا قدم الشعب لهذه الثوره. صحيح الشعب اكبر مجاهد لا, لا, لا هو, هو المجاهد انا أشتري أن اعرفها الشعب هو الذي هو الذي يحمي هو الذي يكلف بالاستخبارات بالاخبار بالاتيان بالخبر وهو الذي يحرس الجيش عندما يكون الجيش في منطقه ما لانه الجيش يروح ياكل ويرتاح ولكن الشعب هو الذي يستريح هو الذي يحرسه وهو ويتحمل يتحمل ضريبه الانتقام لا شوف انا اقول لك حاجه اخرى حتى حتى من الناحيه الماليه اه لما نقول انا كريم بالقاسم نفسه هو في هذا المؤتمر العظيم هذا يقدم التقرير تاع المنطقه الثالثه صحيح ماذا يقول كريم بالقاسم هذا شفهياً صاحب القشابي انا كريم بالقاسم عندما اتذكره اذكره بقشابيته وهو يخاطب الجنود المجاهدين الاولين في الولايه الثالثه التقرير تاعو ماذا يقول يقول الولايه الثالثه او المنطقه الثالثه لم تكن ولايه هيدا اول نوفمبر عندنا 400 مجاهد وعندنا 150 الف في الخزينه في 20 اوت 56 في مؤتمر الصمام عندنا 4000 مجاهد وعندنا 7000 مسبل وعندنا 83 الف مضارب في جبهه التحرير الوطني وعندنا 450 مليون في الصندوق وكله من الشعب وكل كل في كل شهر لنا مدخل 150 مليون من المواطنين ما شاء الله هذه الثورة هذا هو اللي اسمه هذا هو الشعب الذي حمل الثورة ومات من أجلها لأنه كثير من الشهداء مواطنون عاديين مدنيين صحيح. بالطيارات يجب أن تعرف يا أستاذ أحمد حتى المكان الوحيد الذي استعملت فيها في فرنسا بيفنسيس هي في واد سما القناة الطيارات الموقعة بلا اسمها بيفنسيس هذه مقنبلة نعم. تمشي وطيش حاشاكم يعني ت... ترمي في هي في في واد السماء واستعملتها في قريه واحده في الاربعه نتيرات، في ايش الريض ما ماهوش بالطياره الصفراء ولا بل تشيز بالمقنبلات هي في واد السماء يا استاذ تفجير القرى كلهم كلها ابيدت والسكان اللي قعد مات واللي ما قعدش يهرب غالبا انتقلوا الى دشور اخرى كم اكملوا حياته هذا هو الصوم يا استاذ وهذا الصوم شكرا يعني اسمع لي اذا كان شويه ابدا ابدا هو عندما نحكي تاريخنا يجب ان ننصت فنحن معكم ننصت نصغي ونصنع رايا عاما بالنسبه للاجيال يتفق على تاريخه الوطني وحتى لا تظلم لا تظلم مدينه او منطقه او قريه او شارع قدم للجزائر في تاريخه الطويل لذلك شكرا لكم باسم لا هذا التاريخ الطويل قضية الشعب ليس فقط عندنا آه. أنا قطعت الجزائر على رجلي من تونس حتى القبيل الشعب الجزائري في كله هكذا أنا أحكيك حكاية معليش في في مشاط تعرف أنت مشاط وين؟ جبل مشاط مش. بين القل والعلم والميلية. اه هذا كله جبل على البحر وقعنا في راتيساج في عمليه تمشيط كما يسمى الاف العسكر اكثر من 30 40 الف عسكري وحوصرنا كتيبه كامله حوصرت عند المغرب لقينا وحدنا في الغابه والعسكر محاطين جميعا. وليس هناك رجل واحد في الدوار يدلنا على الطريق. لانه في هذه المنطقه عندما يخرج الجيش الفرنسي الرجال كلهم يفرون لانه اي رجل يوجد في الدوار يقتل بدون سؤال. هذا في 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 القل في الميليه في بين القل والميليه وحنا وصلنا للدوار لقينا غير نساء من الذي يخرج نحن والنبات ثم نموت وغدوك ونحن ما عرفوش طريقنا وبراني ما ماري طريق من الذي يخرجنا من هذا من هذا المازق عجوز جاءت الينا وهي كبرهن يمكن جدتهم الكبيره قالت لنا بالحرف ما تتقلقوش. ما تقلقوش هكذا ما تقلقوش عايشه الزوج بنات في سن في عز في عز شبابه هنا بن ثاني قالت لها هذه الديوك ها ثاني خرجونا من العسكر تسع ساعات وحنا نمشي في وسط العسكر في الليل جوج بنات معهم 95 جندي هاي درفوج لقينا حالنا خارج 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 الاعتصام هذا هو الشعب الجزائري سواء عندنا في واد وفي غني بهذا نجحت الثوره يا استاذ حمد صحيح ليس فقط بالمجاهدين وحدهم وإن الشعب هذا الذي امد الثوره بكل شيء بال بالمؤونه بالاخبار حتى باللي هذه هي هذه هي, هي ثوره يا استاذ محمد سبحان الله شكرا مصل... جزيلا ثوره بمستوى هذه الجزائر تستحقها في التاريخ فرحم الله الشهداء شيخ محمد وبارك الله فيكم اذ فعلتم وبارك الله فيكم اذ قدمتم لهذه الجزائر عمي سعيد في دقيقتين هذا الذي تبقى من زماننا ما الذي تستحقه بجاه؟ سارعت فينا في الزمان حينما إيه؟ وصلت الى اجتماع الصمام اذا ما كان يسمى لان كلمه مؤتمر ظهرت بعد الاستقلال اجتماع الصومام في دقيقتين ونسيت دقيقة 1871 ايوه الشيخ الحداد لانه محطه كبيره لا يمكن هكذا نرجو من الله ان يوفقنا للعوده اليها ولكن اعود دائما الى النسق النسق الفكري الذي قاد جهاد هذه الأمة ليس فقط بجاية لأن ما حدث في اجتماع صمام كان ملخصا لإرادة الأمة الجزائرية كلها لأن الجزائر كلها حضرت في هذا المكان ولم يغيب عنها إلا من معنته الظروف الموضوعية القاسية التي سلطها الاستعمار على البلاد ولم يحضر لأنني لا أعرف في قبل مؤتمر صومام بصرف النظر عن النقاش الذي ظهر بعد ذلك والذي يمكن ان يناقش لا يمكن ان نناقشه الان ولكن في هذا المكان مثل ما اشار ونحيي السكان سكان هذه المنطقه إفريق هذه القرى افري وزلاين الذين حفظوا العهد وحفظوا لأن قائد عميروش لأن عميروش رحمه الله حينما عين في خمسة لقيادة هذه المنطقة ولتنظيم الجهاد والمقاومة في هذه المنطقة درسها كما ينبغي ووقع اختياره على هذا المكان بالضبط لأن فيه الأمان وفيه الأمن وفيه السر وفيه كل الأسرار هؤلاء الذين كان بينهم النساء وكان بينهم الاطفال وكان بينهم ولكن البناء السوسيولوجي لهذه المنطقه ساعد هذا القائد على ان يعطي الضمانات لكل قاده الثوره بان هذا المكان يمكن ان ينعقد في هذا الاجتماع واضمن لكم سريه تامه هناك إذن شرف الله تعالى هذا المكان نجح. بان تكون النواه الاولى للدوله الجزائريه الحديثه بعد القرون من المقاومه التي لا يمكن ان ناتي عليها في حصه اعلاميه كهذه قدر الله ان تكون النواه الاولى للدوله الجزائريه الحديثه تنبع من هذا الاجتماع الذي ضمنه ضمن امنه اهل هذه المنطقه الذين نحييهم بهذه المناسبة لأنه حقيقة مجد لأنه تاريخ لأنه حقيقة شيء شيء لا يمكن فوق كل فوق كل فوق كل, كل تصور لأن مثل ما قال القوات الاستثمارية كانت على بعد كيلومترين على على ماتير فقط ولكن حفظوا السر واستطاعوا أن يجتمعوا لعدة وزمار أيام وزمار أكثر من عشرة أيام أكثر من 12 يوم وخرجوا بتلك القرارات وخرجوا بهذه الأرضية التي يتعين علينا أن نقرأها إلى الآن لأن الجزائريين جميعا الذين اجتمعوا هناك بن مهيدي كريم بالقاسم زيغود يوسف تحت رعاية سامية للشعب الجزائري ليه ليه لو للشعب لا يمكن أن ينعقد لو الشعب الذي هو مال والام والعرش. الذي هو الذي فعل كل شيء هو الذي كان هي الامور وهي الظروف جميل. من اجل ان ينجح هذا الملتقى رحم الله تعالى شهداء الله يبارك فيك عمي سعيد شكرا جزيلا على ما تفضلت به في اللقاء عمي محمد صغير بالاعلام المجاهد والكاتب شكرا جزيلا على ما تفضلت الله به. الله وشكرا لكم. الله يخليك دكتور عبد الرحمن طيبي شكرا جزيلا لك دكتور سليمان الخسار شكرا جزيلا لك تبارك واديك صومام إنا حفظنا عهودك أيا نثرنا إلى اللقاء